بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ الفيديو كده. هنعمل النهاردة كفتة رز تحفة، مش هنحتاج الكب، هنعملها في الخلاط بكل سهولة. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو ده، ويلا نبدأ على بركة الله. عندي كده حزمة من الورق بتاع البقدونس والكزبرة، واخده الورق بس علشان العيدان كده ما تبقاش عامله خيوط معايا، خصوصا ان انا هعملها في الخلاط. لو هتعملها عند الجزار هتضيف الحزمه كامله عادي. وعندي راس توم حطيتها كده في الكب في شفشق الخلاط، وثلاث بصلات بالحجم ده. بس كل حاجه هنقطعها قبل ما نحطها في الخلاط عشان تنضرب معانا بسهوله. كده تمام. عندي بقى معلقة، نص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة ملح. حطيت عليهم نص كوباية مية، وضربتهم كده في شفشق الخلاط لحد ما نعموا خالص. عندي بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، رددوا معانا الأذان كده، الله أكبر الله أكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. الظهر جدا دلوقتي. بعد ما حطيت الخضرة على اللحمة المفرومة، حطيت عليهم نص كيلو من دقيق الرز. بصوا بقى كده، دقيق الرز ده هيخليكي تعمليها في البيت وقت ما انت حابة، هتعملها بكل سهولة ومش هتحتاجي الكبة خالص. كده ضربنا الخضرة والثوم والبصل، وضفنا عليها دقيق الرز، ده بيجي من عند العطار مطحون جاهز، ولو عندك كبة وتقدري تطحنيه في البيت وتنخليه كده لحد ما ينعم معاكي. حطيت نص كوباية مية عشان الرز طبعا ناشف في الدقيق، فمش هتأثر، هتخلي معانا الحاجة تنضرب بسهولة، وفي نفس الوقت كده هتدينا العجينة مظبوطة. عجنتها كويس خالص كده، وكل حاجة في بعضها. هنيجي بقى كده نص كيلو لحمة عليها نص كيلو من الرز الدقيق، هصبعها او اعملها كور زي كده زي ما انت حابة بتعمليها. انا حبيت ان انا اغير الشكل المرة دي واعملها كور بالشكل ده. بجيب شوية زيت وبدهن ايدي من الزيت وبكور العجينة زي كده. يلا بقى شجعي واعملي كفتة البيت الرز في البيت بكل سهولة. هاتيلك كيلو من دي الرز وخليه عندك تعملي منه وقت ما انت عايزه. كده خلصت خلاص تكوير الكفتة، النص كيلو عمل عندنا الكمية الحلوة دي. ممكن نقسمها على مرتين او على حسب اسرتك زي ما انت عايزه. ممكن تعينيها في الفريزر نية زي كده، وممكن تحمريها وتعينيها وقت ما تيجي برضه تطبخي تستخدميها عادي. في زيت غزير شوية كده، تزودي الزيت شوية كده ونحط فيها الكفتة. بعد ما الزيت سخن حطيتها بالشكل ده. لو انت لسه معايا في الفيديو حطي لايك واعملي اشتراك في القناة. هوسع كده الكفتة وهحط اكبر كمية عشان تتقلي معانا بسهولة، ومتخافوش هي ما بتلزقش في بعضها. طالما الزيت سخن هي مش بتمسك في بعضها. زي ما قلت لكم تقدروا تعينوها بالمتحمرة او نية في الفريزر، في كلتا الحالتين ماشية. بقلبها بقى من وقت للتاني، انا عاوزاها توصل للون الذهبي، يعني ما تسيبهاش لما تنحرق ولا تبقى نيه، وصليها اللون حلو يكون ذهبي كده. هتشوفيها دلوقتي معايا. شفتوا انا بقلبها بكل سهوله في قلب بعضها كده.
حابين تعملوها صوابع عشان تديكي شكل الكفتة، اعمليها صوابع بس. ده انا حبيت ان انا اغير المرة دي بس. عندي هي حاطه كمان اللي احنا هنحطها في الطاسه، هما يعني اللي احنا عملناه حطتين، لان انا حطاها كلها في الطاسه اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاطه كتير. قولولي بقى بتشاهدوني من اي بلد، لو انتوا لسه معايا في الفيديو كده واكتبولي كومنت حلو. بص خلاص هي كده استوت بقى باللون اللي احنا عايزينه كده، لون ذهبي. فهجيب بقى كده حاجة واطلعها. خليها شكل الزلابية بالظبط كده، اكنك عاملة زلابية مش كفتة، اللي هي لقمة القاضي دي. الزلابية لقمة القاضي. بص انا عندت بقى كمية اللي هو الطبق اللي كان لوحده ده، عندته في الفريزر ني. خلاص كده كفاية دولت. تعالوا بقى نعمل البطاطس او الصلصة اللي هنحط فيها الكفتة. عندي بصلاية صغيرة خالص كده، يعني انا مش عاوزة البصل فيها يبقى كتير، وفص من الثوم. هديهم تشويحة كده، حابة تعملوهم ني في ني او تحمريهم، ده على حسب ايه راحتك انتي. هحط بقى ايه كام حباية طماطم ضربتهم في الخلاط كده، هحط عليهم هما 3 4 حبات طماطم، هحط عليهم كمان معلقتين من الصلصة. وهسيبها على النار لحد ما تتسبك معايا. ده شكل طماطم بعد ما اتسبكت. اتسبكت يعني قلت كده والزيت بدأ ينطر على وشها. بعد كده حطيت لها شوية فلفل اسمر والملح وزودتها مية، ظبطت الملح بتاعها كده. وهجيب شوية بطاطس برضو كده هسويهم، هديهم غلوة، وبعد كده هضيف الكفتة. وفي حلة تانية هعمل رز حبة وحبة. الرز الحبة وحبة ده بيتعمل ازاي؟ بنحط الزيت او السمنة يعني، وبنجيب شوية من الرز قد كوباية رز كده نحمرها. بس ما جاش في الصورة. انا كده حطيت الكفتة بعد ما البطاطس غلت غلوة، حطيت الكفتة. بص الرز كده بحمر شوية من الرز، وبعد كده بشوح، بحط الرز المغسول وبشوحه كله مع بعضه، وبضيف له الملح، وبعد كده بضيف له مية. كده بعد ما الكفتة استوت والرز كمان استوى، ده كان شكلها.
برضو انت بتدوقيها بتشوفيها كده خلاص استوت معاكي ولا ايه، يعني بتاخد لها حوالي نص ساعة على البوتاجاز. ده كان فيديو النهاردة بقى، ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.